طيب خلينا نبدا المحاضره النهارده بعد ما اتكلمنا في اللي هي الاساينمنتس بالماتيريال. واول سؤال زرعت بيه الناس اللي هو موضوع ان انت يعني ايه كلمه ماتيريال، مين هيجاوب؟ ان انا بدي حاجه تكتشر او حلو، يبقى الماتيريال هي عباره عن تكتشر صح؟ او بس ولا واخده افكت واخده ريفلكشن واخده ريفراكشن؟ او يعني معنى كده ان احنا نطلع من الكلام ده بحاجه، ان انت عندك الماتيريال هي عباره عن ايه؟ عباره عن لون او صوره. طب لون او صوره واخد ايه؟ واخد افكت، واخد بيكتشر، واخد ملمس طبيعي، واخد انعكاس او شادو طبيعي. خدت بالك؟ في عندي منها نوعين، يا اما عندي الماتيريال الجاهزه اللي احنا خدناها زي الميه مثلا، وعندي يا اما الماتيريال اللي احنا هناخدها فتفوته فتفوته، ان انت ازاي حتى لو حلمتي بشكل ماتيريال اللي انت ازاي تطلعيه. ودي اهم من انت تستخدمي المكتبه الجاهزه. ليه؟ لان انت عندك المكتبه الجاهزه هي يا دوب انت بتختاري اسم الفايل، المكتبه اللي انا بعتها لكم هي فين، اللي هي الفي راي، في راي ماتيريال لايبرري. هتشايفها اهي اهي اهي. وتعالي ناخد مثلا حاجه مثلا من الوود مثلا، وناخد اول واحده وليكن. طبعا كل دوت عباره عن ماتيريالز بس مضغوطه واحنا بنفكها، زي اللي هي الابانوس اللي هي موجوده هنا اهو. خدت بالك؟ وانا كليك يمين وابتدي ان انا افكها. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه لما انت جيتي فكتيها فانت لقيتي ادي الماتيريال اللي عندك. هي دي ماتيريال هنا؟ مرنا دي ماتيريال؟ يا سلمى؟ لا مش دي. دي شكل، دي شكل عرض الماتيريال عندك على الكتله فقط لا اكثر. طب دي الصوره المستخدمه في الماتيريال. ايوه، فين فايل الماتيريال اللي هو جاهز اللي انا هستخدمه اللي هو الفايل ده؟ ايه ده شورت كات. ايوه انا عارف ان هو ده شورت كات. الشورت كات ده هو اللي بيركب الماتيريال اللي هي الصوره ويحط لك الايفكتس بتاعتها. خلي بالك انا بتكلم عن الماتيريال الجاهزه اللي هي يا دوب انت بتروح تنادي على فايل وتركبيه، بس مش هتعرفي تشتغليه الا لما كنت فاهمه الماتيريال كويس وامتى ازود وانقص فيه. طب انا هستخدم ده ازاي؟ انا عندي هنا اهو كده، ده اوبجكت اللي هو عباره عن بوكس. ماشي، هجيب الماتيريال منين؟ يا اما ادوس حرف الام كشورت كات، او ادوس وافضل دايس. هتلاقي في عندك نوعين من الماتيريال هناخدهم، الكومباكت ماتيريال اللي هي دي، والسليت ماتيريال اللي هي دي. ايه الفرق طبعا ما بينهم، وامتى استخدم دي وامتى استخدم دي، واني اسهل وهكذا، كل الكلام ده هنعرفه. فانا عندي هنا الكومباكت ماتيريال. الله، هو ايه الملحوظ عندي هنا؟ في مجموعه كور. طب انا عايز اجيب ماتيريال جاهزه، خدي اي كوره من دول، احنا بنسميها كور او سلوتس. وهاجي ادوس على مين؟ زي الميه، زي الووتر كده. فيري ماتيريال، فيري ماتيريال، ثم ادوس على السهم واللايبرري، ويا دوبك ان انا اروح اشوف الفولدر او الفولدرز بتاعت الماتيريالز فين، اللي هي دي، واجي انادي على مين. هو مش هيتشاف غيره لان الفايل ده بيبقى الاكستنشن بتاعته ام اي تي اللي هي المات ماتيريال، فهاخد ده. يا نهار ابيض، كل ده نزل؟ لا، ده انت اللي نزل عندك اول واحد بس اللي هو الماتيريال اللي انت عايزه. طب في حد شايف؟ حد شايفه؟ لا انا مش شايف. كليك يمين ديسبلاي وخليها لي لارج لو سمحت. هي دي الابانوس او هي دي الخشب؟ لا لسه مش باين. يعني دي مزي دي كده اللي احنا فتحناها من شويه؟ دي مزي دي؟ لا خالص؟ طب تعالى نجرب كده، تعالى دوس عليها دبل كليك. لما تدوس عليها دبل كليك هتجي لك هنا. مش هي دي الخشب؟ لا بدخلها الباس بتاعها ولا جدع. بس انا في حقيقه الامر انا مش عارف استخدمها لان انا مش فاهم ماتيريال، خدت بالك؟ فعشان كده انت لازم تبقى انت فاهم ماتيريال كويس. طب ايه هي المشكله هنا؟ والمشكله دي هتقابلكوا دايما لما تيجي تستخدمي ماتيريال او مكتبه مش بتاعتك انت. الديفيوز دي ضلع من الاضلاع اللي احنا هنشرحها، وفي حرف الام ان هي واخده ماتيريال. لو جيت دوست عليها كده وان كليك، هو بيقول لك دي الماتيريال بتاعتك، هي موجوده فين؟ على السي، على الدوكيومنتس، لا ما قالش ديسكتوب، هو على السي، على الدوكيومنتس عند مين؟ بلال. الله، مين بلال ده؟ ده الراجل اللي صنع المكتبه، انا ما اعرفوش، بس ده اللي صنع المكتبه، فهي اصلا واخده الباس بتاع الجهاز بتاعه هو، فعشان كده الماتيريال لما تيجي تركب ويجي ينادي على الصوره من هنا هو مش شايفها. انتوا فاهمين المشكله فين؟ فانت هتيجي تدوس على دي كده، واجي اختار الصوره اللي في الفولدر اللي انت شفتيها من شويه اللي هي الخشب اللي هي دي، تقوم جايه لك فين؟ حد معايا ولا فين؟
يبقى معنى كده ان هو المشكله بتاعته كان التغيير باص، كان تغيير ماتيريال، تغيير مكان الصوره، لان انا جايب المكتبه جاهزه ومش عارف هو صاحبها حاطط الصور فين. طب دي حاجه. يبقى معنى كده كل حاجه فيها حرف الام كده هي مستخدمه ماتيريال، بس الباس غير معلوم للايه؟ للماكس. حاجه هنا في حاجه اسمها جلوسس احنا لسه ما شرحناش منهم حاجه. هدوس على حرف الام، هي موجوده فين؟ على نفس الباس بتاع الشخص ده، حاجه ادوس عليه كده وان كليك وهاجي ادله على الصوره. جات لي الصوره، وقت ما اجي لك هتيجي تعملي هنا اساين. هتشايفها؟ اه. طيب يبقى كده المشكله الوحيده اللي هتقابلك لما تيجي تستخدمي اي ماتيريال خارجيه ان الماكس او جهازك انت مش متعرف على الباس او على الصور المستخدمه في الماتيريال. فانت كل اللي انت هتيجي تعمليه ان انت تشاوري له بس على المكان بتاعها. وصلت؟ هو انا كنت بعملها من اللي هي كاستمايز مش من هنا، كان بتدخل عادي. فين كاستمايز؟ لا فوق يعني اللي هو كاستمايز واللي هي الكونفيج. ايوه اللي هي دي اللي حضرتك قلتها لي في الاول خالص. تمام. بس الكلام ده لما يكون في عندك باكج ماتيريال وانت حطاهم في فولدر وهو بيروح ينادي عليهم، لكن ده انت عندك يا دوبك فولدر انت رحت جبتيه من مكتبتك وحطيتيه في مكان. خلاص؟ طيب. دي حاجة. الحاجة التانية، انت لسه بتقول لنا دي مكتبة جاهزة، طب انا لو حبيت اصنع ماتيريال وده الأهم، لما هتيجي انت عندك هنا كده ادي الماتيريال، هتلاقي فيه هنا عندك مجموعة سلوتس وعددهم كام قدامك؟ ستة. هما آخر حاجة ستة؟ لو نزلت بالسكرول ده وجيت بالسكرول ده أيوه هما كتير. اللي هما كام؟ لو حضرتك دوست كليك يمين على أي كورة انت عايزة تظهريهم كام واحدة؟ 3 في 2 هم ايه دول؟ الله ده الكور هنا صغيره اهي. طب يبقى عدد الكور دي هي 6 في 4 صفوف يعني 24 كوره. بس هنا في مشكله. الكوره وهي صغيره هل انت قادره تشوفي شكل الماتيريال كويس؟ لا. طيب كليك يمين خليها لي 5 في 3. طب كده قادره تشوفيها كويس؟ يعني انا لابس نظاره مش شايفها كويس. طب كليك يمين خليها لي 3 في 2. طب كده شايفها كويس؟ اه. لا برضك انا لابس نظاره ومش شايفها كويس. طب دوس عليها دبل كليك خلاص كده انت اكيد لازم تكون شايفها. ايه ما تروح بقى تغير النظاره. حد معايا؟ طيب. طب وانا اقدر ازود السلوتس دي عشان انا وانا بعمل مثلا شوت الانتيرير كان خلص. منين بقى؟ من اللي هي السليت ماتيريال اللي هي دي. خلاص؟ مش من الكومباكت ماتيريال مش من دي. اوكي. طيب نرجع بقى مرجوعنا تاني زي ما كنت بتكلم معاكم من شويه. احنا عرفنا ايه الكور اللي بتطلع وممكن هنستخدمها ازاي زي ما هشرح بعد شويه. بس ايه هي نوع الماتيريال اللي انتوا عايزين تاخدوه؟ لا يعني مش فاهمه ايه السؤال. هو انتوا عايزين ماتيريال ايه تاخدوها في الكورس؟ مثلا الحاجات اللي هي بتبقى ستانلسين كده ولا اكسسوارز دي؟ ازاز. تمام. ميه. يبقى كده الستانلس والميه والازاز بس صح؟ مش عايزين حاجه ثانيه. لا وعادي ما فيش فيه الحيطه ليها ماتيريال كل حاجه. ماشي الحيطه كمان. القماش. القماش يبقى كده عندك اربع حاجات. مش عايزين غير الاربع حاجات دول؟ لا اكيد في حاجات كتير قوي، ما كل ما نبقى عايزين حاجه هنحتاج حاجه قصادها. لكن انتم مش عايزين ازاز. ما قلنا ازاز. قلتوا ازاز. طب عادي ولا مصنفر؟ ولا معشق؟ لا عادي. عادي مش عايزين الباقي. في جلاس ساند كمان هو بيبقى مدي لون. لكن انتم مش عايزين السيراميك صح؟ السيراميك والرخام. لكن مش عايزين البورسلين وجرانيت. يا ده في كتير قوي. الله. طب تمام. انتوا قلتوا ستانلس صح؟ لكن مش عايزين ولا ذهب ولا مدهب. الله. هو ايه اللي انت عملت تقوله ده؟ طب ما احنا عايزين كل الكلام ده، انا ما اقصدش الكلام ده. احنا مش عايزين نحفظ. هي الفكره كلها في الماتيريال كاستخدام، احنا كده كده هناخدها من اصغر حاجه لحد اكبر حاجه. بس الصح فيها ان انت تعرفي شكل الماتيريال وشكل الافكت اللي بيتشاف بره واللي انت شفتيه بعينيكي واللي غيرك هيشوف. عشان الصوره بتاعتك توصل لدرجه واقعيه لازم زي ما اي حد شاف منكم الايفكت او شكل الماتيريال بره زي ما انت تحطيها في الماكس. مش فاهم انت تقصد ايه. جت في حد مثلا في كورس تاني من ضمن الكورسات فبيقول لي ايه هو حاطط باركيه بس مدي له درجه لمعان عامزه البورسلين، فهل ده منطقي؟ لا. مش منطقي. فاللي انا اقصده الماتيريال احنا كده كده هناخد الاوبشنز بتاعتها، بس انت شطارتك اعرف ايه الشكل اللي انا شفته في حياتي كانسانه كده وانا بتحرك واحطه عندي في نفس الشط. خدت بالك؟ يعني انت لما تيجي مثلا الشط اللي انتوا عملتوها من غير ما ناخد ماتيريال واجتهادا منكم انتوا تعملوه.
زي بتاعت ميرنا مثلا. التمام ده زي الفل. الكورنر ده مثلا موجود عند ميرنا في شقه ميرنا، انت هنا صح؟ حضرتك طيب، يعني شابو ليكي قبل الماتيريال اللي انت عملتي الكلام ده، فاحنا عايزين نصلحه بقى بالماتيريال اللي انت لسه ما كنتيش تعرفي عنها حاجه. الترابيزه دي خشب، ايه رايكم؟ وراي ميرنا برضه. اه بس هو الخشب ده هو محتاج سنه ريفلكشن، يعني في سنه انعكاس. طب تمام، طب انت عندك مثلا طب دي خشب برضك، طب دي خشب برضك، طب نفس اللون ولا غير لونه؟ هل دي نفس درجه ريفلكشن؟ وهل اغير لون دي؟ طب هل التيكتشر دي قماش؟ الله، طب انت عايز ايه بالظبط؟ انا محتاج اشوف الكورنر ده كانك انت رحت اشتريتي فعلا الفرش ده موجود في الكورنر عندك في الشقه. اذا كان ده قماش ياخد التيكتشر والخامه وملمس القماش، واذا كان ده خشب نفس القصه، واذا كان ده زجاج مثلا يبقى نفس القصه، ده ستانلس وميتال يبقى في درجه اللمع وباين وهكذا. لان انت غيرك مش هيقتنع بالكلام ده لان هو ما شافش زي ما انت شفتي. اتفقنا؟ انت قفلت المايكس دي؟ ايوه مع حضرتك. طيب. مرنا هي دي متعلقه في السقف، انا اول مره اشوفها متعلقه، قصدي كده على الهواء؟ لا. طب دي داخله في الستاره وطايره؟ لا. شكرا. طيب تحكي؟ ماشي، برضك تحيه ليكي ان انت يعني الكلام ده انت عملتيه من غير ما تيجي. ماشي. طيب نرجع بقى للماتيريال بتاعتنا. يبقى انت خلاصه تقول ايه؟ ان احنا انت عايزنا ان احنا نفكر ازاي نصنع ماتيريال مش نحفظ ازاي بتتعمل. اه ده الكلام ده صح. عشان تروح تعملي اي ماتيريال المفروض ان انا بختار اي سلوت من دول. كل واحده من دي بنزل عليها خامه او مجموعه خامات متداخله عشان انزلها عندي على الاوبجكت او مجموعه اوبجكتس انا ماسكها من بره. الكوره دي بتتكون ازاي؟ تكوين اي ماتيريال من ثلاث اضلاع. حد فاكر الاكسبوجر تريانجل اللي هو بتاع الكاميرا؟ فانا عندي هنا اي ماتيريال بتتكون من ثلاث اجزاء. اول جزء اللي هو ديفيوز، ده اول ضلع اللي هو موجود في البيزك بارامترز اهو. ثاني ضلع اللي هو اسمه ريفلكت اللي هو الانعكاس. ثالث ضلع والاخير اللي هو ريفراكت اللي هو الانكسار. 95% من ماتيريال بتتصنع عندك من ثلاث اضلاع دول. طب انت قلت 95، طب الخمسه فين؟ الخمسه دي اللي هي عباره عن الايفكتس او التاثيرات اللي انا بجيبها من تايتل اسمه مابس. عايز اروح ادي مثلا ديفيوز، عايز اروح ادي بامب، عايز اروح ادي ريفلكشن، عايز اروح ادي ديسبليس. كل دي عباره عن مجموعه تاثيرات بتساعدك ان الماتيريال او الخامه بتاعتك تطلع واقعيه زي ما الناس بتشوفها زي ما انت عايز تعمل. طيب المعلومه اللي هي الاساسيه ان انت عندك 95% من الماتيريال بتيجي وبتتعمل من ديفيوز وريفلكشن وريفراكشن بالار. طب انا عايز احط ماتيريال دلوقتي. طب هحط ماتيريال ازاي؟ انا هعمل بالنسبه لي اوبجكت. انت اتفقنا ان انت هتاخد اي كور ماشي، وهتيجي من على ديفيوز، وديفيوز ديفيوز فيها لون. طب في حد يا جماعه المفروض يسالني سؤال مهم هنا دلوقتي، ايه هو؟ سؤال مهم قوي كمان. لا مش عارفين. لا افكار. خليه تكستر بدل ما يبقى. لا لا. لو تحبوا نطنشوا نطنشوا، معلومة مهمة أوي. اه على الديفيوز يعني إن هو مش أنا بدخل منه ماتيريال وبديله لون؟ يا بينفع بعد ما أدخل ماتيريال أديله لون برضه؟ بينفع طبعا، بس اللون مش هيبان إلا إذا أنت قللت درجة الأوبستي تحت الماتيريال. لو تحبوا نطنش السؤال مع إنه والله ممكن يهدلك تقريبا 50% من الماتيريال. عارفينه. نفكر. ده أنتوا أساتذة دلوقتي. ايه هو السؤال؟ على ايه بالظبط يعني؟ على الماتيريال، على ديفيوز، على اللون. ممكن نخفف اللون؟ ازاي اقدر اعمل بيك كولر مثلا؟ مش عارف ازاي ايه؟ اقدر اعمل بيك كولر مثلا من حاجه انا عايز اعمل زيها؟ ممكن اجي هنا كده واجي هنا بالدروبر اللي هي دي ونقل اللون لو انت عايزه اللون بتاع كتله معينه مثلا، او لو حابه تجيبي ماتيريال خارجيه، يعني انت في كتله جايباها بالماتيريال عايزه تاخديها وتحطيها على السلوت ده، تعالي هنا كده بالدروبر اللي هي دي ودوس وان كليك. يبقى انت كده بتروحي كده في الشوط الانتيرير عشان اخد الخشب. بس مش هو ده السؤال. اديكم انا اقول لكم انا السؤال واديكم تاسك تبعتوا لي قبل الفجر. احنا ما خلصناش القديم. كفايه. طب اعمل ايه؟ طيب ما هقوله سؤال اسهل.
القديم ده اصلا محتاج نحط له ماتيريال بجد بقى عشان يبان يعني. ما عشان كده احنا هنروح نصلح على القديم مش هناخد. السؤال هقول لك سؤال عشان ما اغلبكوش. دلوقتي انت بتقولي ان الديفيوز دي هي عباره عن لون او تيكتشر. الله. طب انا ممكن ادي اللون من بره. لا يا فندم، اللي من بره ده لا يعتبر لون. يعني معنى كده ان لما تيجي تعملي ريندر وتيجي تحطي هنا مثلا كتله وفيها لون مش هيحس باللون ده. لكن لو انت حابه تدي لون حيطه او لون صريح اي مكان، تختاري من ديفيوز هنا درجه اللون، الالوان اللي هي الرئيسيه، ثم اخد لون الفرع منه، او حتى احط الار جي بي كالر بتاعته درجاته، تمام، واقول له اوكي، ثم اجي اعمل هنا اساين عشان يطلع لي اللون اللي كان هنا يطلع بره، سواء بقى اساين او حتى دراج. بس هنا هو اللون يعتبر ماتيريال، اللي من بره لا يعتبر ماتيريال. حد معايا؟ انا كنت عارفه المعلومه دي عشان كده ما سالتش. اوكي، هو عشان كده انا قلتها ما غلبتكوش. طيب دي حاجه. لا لو سمحت، انا مش عايز احط مش عايز احط لون، انا عايز احط ايه؟ صوره. خلي بالك انا ما قلتلكيش تيكتشر، لان التيكتشر دي هي عباره عن صوره واخده افكت. انت من هنا هتروحي تنادي على صوره، حاجه هنا على المربع الصغير اللي هو ده، وهاجي من العناوين الكتير قوي دي كده، هاجي من عندي هنا يا سلمى من جوه مابس، هتلاقي فيه جوه جنرال، هتلاقي في عندك مين؟ باتمان. دبل كليك. فين الصورة؟ خلي بالك أي جهاز عليه 3 دي ماكس هتلاقي فيه عندك فولدر، الفولدر ده موجود على الجهاز اللي هو ده، فيه مجموعة صور، الصور دي بتنزل على أي جهاز عليه ماكس. طب هو فين الفولدر ده؟ موجود على السي بروجرام فايلز اللي هو الإكس 86 أي، كومن فايلز، أوتوديسك شير، ماتيريالز، تيكتشر 3 ماتس أهو. ده الباس بتاعه. ولو حد ياخد منه لقطه بالكاميرا دلوقتي عشان انتوا بتجربوا حالا. وهاخدها كمان انا برين سكرين اهي، وابعت لكم كمان على الواتساب. تمام؟ فالفولدر ده موجود على اي جهاز عليه ماكس، ده مجرد التجربه. فولدر كتير وكويس، مش وحش يعني. تعال ناخد منه مثلا اي صوره. تعالى ناخد مثلا، ايه رايكم؟ هتختار ولا اختار انا؟ اي حاجه عادي. شكلكم مش مستحملين النهارده، مش عايزين غلبه صح؟ تعالى يا دكتور عادي، اصل في ماتيريالز كتير قوي، فممكن اي حاجه أوي. ممكن بريكس، ممكن اي حاجه. بص، هو اللف اللي انا بلفه ده هو انا اقصد ماتيريال معين. ليه؟ انا محتاج ماتيريال مربعات عشان لما اجي اروح اعملها تايلينج اوريكي ايه الفرق. خلاص، فانا هاجي هنا اهو كده، ابص عندي على الماتيريال، انا محتاج اي صور مربعات يعني كده اهي. الله، كل دي مربعات؟ انت بتفرجنا على الصور؟ لا. طيب تعالى بقى، طالما هنا الصوره هتحتاج شويه، تعالى ناخد بقى اي واحده من المربعات دي، وليكن مثلا دي. اوكي، طب الصوره جت فين؟ جت عندي على الكوره، فهاجي اقول له هنا كده اساين، يعني خد لي محتوى الكوره هنا اهو، طلعه لي على الكتله اللي انا ماسكها. ظهرت على الكتله؟ لا ما ظهرتش لسه، عشان انا ما عملتش شو أساين. لا انا عملت اساين. اساين دي معناها انها هتظهر في الريندر بس. شو يعني؟ انت جهازك يستحمل وهتشوفيها قدام عينك. ماشي، بس انت عندك دي حجمها كبير قوي. طب انا عايز اصغرها. هتلاقي في عندك هنا تايلنج، التايلنج ده اللي هو اليو والفي اللي هي الاكس والواي. عايز اكرري الصوره دي كم مره؟ حاجه اقول له والله انا عايز اكررها لي 4 مرات في الاكس واربع مرات في الواي. شايفه؟ يعني مجرد ان هو بياخد الصوره للتكرار فقط. طب معلش، هو لو باركيه وعايز اديله زاويه، عندك هنا يو في دبليو اللي هي اكس واي زد، وتعلفها لي 45 درجه، ده لو باركيه مثلا. وانا جبت دي منين؟ انا مش فاهمه. جبت عشان انت مش مركزه معايا. انت مش مركزه. لا انا مركزه، بس طب مليني بقى من اول نضيف. لا معلش، مليني من اول نضيف. ادي كره فاضيه اهي وعايز اركب ماتيريال، هعمل ايه؟ ديفيوز من عند ديفيوز بيت ماب. فين ديفيوز دي؟ في الجنب تحت. في الجنب تحت فين؟ تحت البيزك. ايوه في البيزك. اصل انت خلي بالك العناوين كتير، فعشان كده انت عندك 3 اضلاع اساسيه اللي هي سلمى صح؟ 3 اضلاع اساسيه سلمى اللي هي ايه؟ البيزك بارامترز اهي اللي فيها ديفيوز، خدنا منها لون وادي المربع الصغير. شكرا، دوست عليه. هتجيب منين بقى من الفرح ده؟ جيت انا من شويه قفلت الدنيا كده ورحت انا جاي هنا اهو كده،
وجيت خدت من جنرال خدت بيتماب. بتستنى ان انت تاخدي الصوره اهي، بيجي لك هنا وبقول له هنا اساين واجي هنا شو، تقوم جايه لك الباراميترز اللي هي بتاعت الخامه الصوره اللي انت بتعدلي فيها دلوقتي حالا اللي هي دي. اللي هي تايلنج اهي والانجل اهي. اوكي خلي بالك انا بعتمد تقريبا 70% من الشغل اللي انت معايا وهحفظك وانت معايا عشان ما تتوهيش، لان انا مش مهم الماتيريال بقدر مهم ان انا افهمك ذات الصناعيه. طيب طب وانا الويندو دي سهل ان انا اخش واطلع منها طبعًا. يعني دلوقتي طلعت لي اوتوماتيك لما انا عملت طبعا طب طب معلش عايز انا مثلا سبتها وبرجع لها. اه سبتها مثلا اروح فين؟ هرجع هنا هقول لك انت اخر مره دخلت على جوجل امتى؟ يعني عادي كل يوم. حلو، لو انت جيتي عملتي حاجه في السيرش وطلبتي موضوع قلت له سيرش، مش بيسيب الصفحة دي وبيروح للصفحة اللي بعدها؟ اه. عايز ارجع اللي قبلها اعمل ايه؟ باك او حاجة. حلو، باك بقى فين؟ باك بتاعتنا اهي. اللي هي حاجة اسمها جو تو بيرنت. دوسة يروح مرجعك لمين؟ البيزك بارامترز. طب دوست عليها وديك عند مين؟ خدي بالك؟ التانية. اه فهي العملية هي عبارة عن صفحات متداخلة. خلاص؟ وجدعة وشكرا على السؤال الحلو. تعالي هنا اهو كده حاجه هنا كده هروح اكررها 2 في 2 مثلا، وهاجي ادي لها هنا ادي الانجل. اه ماشي، بس سلمى اقترحت عليا اقتراح. ايه يا سلمى؟ قالت لي انا عاجبني حته من الباركيه دي ومش عاجباني الصوره كلها. يعني ايه يا سلمى؟ يعني الصوره بتاعتك اللي هي دي هي محطوطه نسخه واحده بس، يعني ما هي 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 مقاس واحد بس صوره ومحطوطه. سلمى عايزه الباركيهيه الغامقه دي بس تستخدمها كماتيريال. هتلاقي عندك يا سلمى هنا امر اسمه ايه؟ كروب كروبينج. وفي هنا ايه؟ فيو ايمج. الله دي الصوره اهي. عايزه بقى انهي حته من الباركات يا سلمى؟ سلمى جايه على مزاجها الغامقه اللي هي واحده بس، واحنا ما نقدرش نخالف كلام سلمى بصراحه. ولا ايه يا سلمى؟ ايوه اوكي. هاي طب ولا عبرتك، ما هي 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 ولا اتغيرت ولا حاجه. ما انت هنا بتختاري بس، عشان تيجي من بره تقول له هنا ابلاي لو سمحت. عمل ايه؟ كله نفس اللون غامق. لا مش كله، هي حطها لك وعملك ليها ستريتش على على ايه؟ على لو كتلة. قررتها هتاخد. اه اهي تعالي بقى هنا خلي دي كده هنا خمسه بخمسه اهي اهي اهي. خدت بالك؟ لا لا دي طلع سلمى اكتشفت انها شكلها وحش ومش فارقه، يعني ما بين كل واحده والثانيه مش فارقه. خلاص تعالي يا سلمى هنا اهو، يا اما تغيري الصوره يا اما اجي من فيو ايمج هنا اهو واجي اقول له طب معلش خد لي اخواتها اللي تحت دي. لا طب تعالى كبرها شويه، وسلمى تفضل تختار جزء من الصوره متناسب فيما هو هي عايزاه. شايفه؟ وصلت؟ اوكي. سلمى تكتشف ان الكلام ده مش عاجبها فتيجي تشيل علامه سحب على كلمه ابلاي، كل حاجه ترجع كما كانت، والتايلنج تخليه متناسب مع ايه؟ مع الشكل الاصلي بتاعها. وصلت؟ تمام. تاني بقى عشان تجربوه، انا هاجي هنا انا ممكن اعمل ريسات لايه للكور خالص من يوتيلتيز هنا ريسات، هاخد اي سفير واجي اخش من ديفيوز واجي هنا بيت ماب بخش من الحاجات الكيزه عشان الناس ما تتلخبطش اهي الدنيا مقفوله مابس ماب جنرال بيت ماب بيت ماب واخد الصوره اللي انتوا عايزينها من الفولدر اللي انا قلت لكم عليه. هاخد مثلا تعال ناخد اللي هي المربعات دي اهي، او ناخد حتى حاجات اهي ناخد دي واجي اعمل هنا كده اساين واعمل هنا كلمه شو. خلاص طيب آه، عايز اعملها تايلنج ماشي، عايز اعملها كروب ماشي، اقص منها ماشي، عايز ارجع زي ما سلمى قلت من شويه جو تو بيرنت وارجع لاصلها ماشي. طيب تاخدوا زيتونه في الحته دي قبل ما تجربوها؟ اه. هو انت مش هنا انت حطيتي الصوره؟ اه. اللون فين؟ اللون راح فين؟ عشان خدنا خد لون الصوره. طب ايه رايكم نعمل ميكس ما بين اللون والصوره؟ انزلي بعينك تحت كده فين الايفكتس؟ ترانسبيرنسي بس بصي مابس وادي ديفيوز اهي وادي الصوره بتاعتك اهي ومكتوب فيها عندك درجه الاوبستي كام؟ 100%. تعالى خليها مثلا 70. بصي كده شوفي كده هيحصل تداخل ما بين اللون والصوره. بصي الكوره بقت عامله ازاي؟ قلب على اصفر شويه. اه لا طب معلش بقت اصفر بزياده خليها 90. شايفه؟ يبقى معنى كده ان انا هنا ممكن اشف الصوره بنسبه اوبسي معينه عشان تقدر تشف اللون اللي تحتها. وصلت؟ اه. طيب حد يعرف يجربها ولا عيدها تاني؟ لا فاهمه. طيب جربوها وارجعوا.
طيب في عندي هنا زيتونه بمشكله اللي هي ايه؟ لو انت جيتي يا مي على الكتله دي كده وجينا عملنا نفس الخطوات اللي احنا عملناها من شويه، جيت خدت اي كوره وجيت خدت من ديفيوز وجيت خدت منها بيت ماب زي ما الراجل قال لنا من شويه حالا، وجيت خدت اي تيكتشر او ماتيريال وجيت قلت له هنا اساين وجيت قلت له هنا شو، هل جت؟ ايه ده؟ ده جالي لون اوتوماتيك. انت هيرضوا لذهنك ايه؟ ان انت عندك الباس مش موجود. لا يا فندم، انت اللي مختاره، ده انت بصوابعك انت اللي مختاره تيكتشر. طب ما ايه هنا المشكله؟ المشكله ان اي كتله عندك معمول عليها موديل، الموديلنج ده لازم عشان يظهر قدام الماتيريال او عليه الماتيريال لازم اجي من موديفاي، وفي امر اسمه يو في دبليو ماب. بيعمل يو في دبليو ماب، يو في دبليو ماب بيعمل اظهار للماتيريال اللي هي ما كانتش راضيه تظهر. شايف؟ وكمان ده امتى استخدمه؟ لما تيجي تحط ماتيريال عندك على اي كتله وهي مش عايز تظهر، اوتوماتيك تخش عندك على يو في دبليو ماب. طيب يو في دبليو ماب دي هي عباره عن شكل عرض الماتيريال على الكتله، هتعرضيها على اساس ان هي بلان ولا على اساس ان هي سلندر ولا سفير؟ يعني هو بيروح يطوع ويشكل الماتيريال على الكتله على هيئه مثلا سفير. بص هيحطها لك ازاي دائريه، طب حطها لي سلندر، بص بيعملها لك على هيئه شكل سلندر زي تبقى ملفوفه بنفس الشكل، هتشايفها. وممكن اروح اغير اللينث والويت والهايت بتاعتها عساتها، ممكن اروح اعملها كمان تايلنج من هنا، هتشايف. وانا البان عندي لون، يعني لون مثلا لو الكره كان لونها ازرق فهي بان الكره لونها ازرق، مش اللون مثلا التايلز اللي هي لونها بني. طب لو تعرف أيه تعمل شو تعرف شو يا دكتور؟ طب دوس على شو دي، اجرب كده لحظه. ايه والله ما دوستش على شو الصوره دي اصلا. ظبطت؟ اه تمام. اوكي. طب في سؤال بقى لو انتوا خلصتوا فيه، سؤال في منتهى الاهميه لازم حد يسالوه دلوقتي. سؤال مهم قوي كمان. على ايه بالظبط؟ على الماتيريال. ايوه ما احنا عارفين، بس في حاجه معينه يعني؟ اه طبعا. على فكره انا مش بسالكم بردك، واكيد انتوا خلصتوا انتوا حفظتوا القصه دي، مش بسالك سؤال في الماتيريال، لا انا بقول لك سؤال بديهي او منطقي لازم انت كيوزر لسه بتستخدمي الماتيريال مش محتاجه تسالي. زي السؤال اللي سالتوني سلمى اللي هو الرائع ده من شويه. ممكن مثلا احب ادي الكتله دي نصها ماتيريال نصها ثاني حاجه ثانيه؟ ديكي بونص درجتين. الحمد لله. بص القصه عندك عامله ازاي هنا؟ انت رحت لما جيت خدت ماتيريال، فالماتيريال دي نزلت عندي على الكتله كلها. طب افرض ان انا عايز ادي سايدز معينه ماتيريال معينه. احيانا في الانتيريا مي لما بتلاقي في عندك في اليمين والشمال في ماتيريال، في حته غطسانه في النص واخده ماتيريال ثاني. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ في هي موجوده على شقين، الشق الاولاني انا باجي هنا من موديفاي، ولو حد فاكر منكم امر اسمه اديت مش. ومن جواها هنا هتلاقي عندك هنا مين؟ بوليجن. وانا كده يا شروق اقدر امسك اي بوليجن من البوليجنز اللي هي الموجوده، طب ما ده عادي. لكن انزلي بعينك كده من تحت سواء اديت مش او حتى اديت بولي، هتلاقي مكتوب عندك هنا ايه؟ عنوان اسمه ماتيريال والاي دي بتاعتها، البطاقه بتاعت البوليجون ده، هو ده رقم كام؟ 3. طب ده 5. طب ده 1. يبقى كده هو عرف لي ان كل سايد ليها رقم. حتى انت كمان ممكن توحدي السايد، يعني ممكن ادي الماتيريال دي هي الماتيريال دي، بحيث ان انت تخلي ده كمان بدل 5 امسح 5 كده بايديا واخليها رقم 1. خلاص كده وظيفه اديت مش خلص. بتعمل ايه اديت مش؟ بمسك البوليجون واجي الماتيريال والاي دي اعرفها او اوحد او انظم مجموعه اي ديز معينه لايه؟ سايدز معينه. ثم اجي بقى لصاحبتنا دي، ودي محتاجه منكم تركيز ان خطواتها طويله شويه. كنت بركب ماتيريال منين؟ من ديفيوز. مش هاجي جنبها دلوقتي. طب ما انت هتروح فين؟ حاجه خش للامر من جوه في ري ماتيريال اللي هو بيسمح لي اركب على كل سايد ماتيريال او خامه اللي هو موجود فين؟ هقفل دي كده واخش على مين؟ عشان ياخد امر اسمه ايه؟ مالتي سب اوبجكت. طب ده بيعمل ايه يا مي؟ بيركب على كل سايد خامه او ماتيريال. طب الضابط لك بيسالك انت عايزه لو في ماتيريال قديمه تحط الاثنين على بعض؟ ما عنديش اصلا، فديسكارد اول ماتيريال. راح جايب لك ادي الاي دي هتاعي. هو انت الاي دي اللي احنا عايزين نحط عليه خامه اسمه ايه؟ رقم كام؟ 5. لا 1، عشان اخليه ده 1 وده 1. هخش على نن. وانت شغاله ايه؟
بيري. هياخد بيري ماتيريال اهي عشان ترجع لمين؟ للديفيوز وبعد كده احط ماتيريال في الديفيوز. جدع. بيت ماب اهي، واجي انقي من هنا اي خانة شكرا، واجي اقول له هنا اساين واقول له هنا شو جت فين بس على السايد اللي هي القمر. طب انا عندي مشكله واللي كانت حلتها لنا سلمى من شويه، انا دلوقتي عايز ارجع تاني كما كنت. سلمى انت فين يا سلمى؟ مع حضرتك جو تو بيرنت. ايوه جو تو بيرنت اهي. دي الماتيريال اللي هي الخشب، لا عايز اللي قبلها اللي فيها الاي دي هات، هدوس تاني. عايز اني سايد، هو ده كان رقم كام؟ ثلاثه. رقم خمسه؟ ده كان ثلاثه. هخش على رقم ثلاثه نعم، واجي اخد البيري ماتيريال. واجي من جواه هنا اهو كده، عايزه لون او عايزه هنا تيكتشر او خامه. هاجي هنا اهو كده بيت ماب، وهاجي اخد اي صوره وليكن دي، واقول له هنا كده اساين وشو. يبقى انت كده مسموح لك ان انت تحطي على كل سايد خامه او ماتيريال. حتى خلي بالك لو سايد واحده، ما انا ممكن اقسم دي سيجمنتس واخلي كل واحده ليها الاي دي بتاعتها، يعني ممكن ازود سيجمنتس طوليه اليمين وفي النص وفي الشمال، وادي لكل واحده رقم، واجي هنا الارقام بتاعتها اروح مديها خامه او ايه او ماتيريال. وصلت؟ طيب تاني بقى تاني عشان ما حدش يتلخبط بقى من اول وجديد خالص. انا عندي كوره اهي، ولو حد فاكر ممكن خطوه يا ملان. هنروح الاول احنا رحنا عند ايديت مش خلاص وخلصنا ماشي. هنروح الماتيريال ندوس على في راي ماتيريال عشان اخد في راي جنرال من جوه ماتيريالز. اخد مين؟ جنرال. واخد مين؟ المفتاح. ده المفتاح اللي بيركب لك على كل سايد ماتيريال. ماشي. اروح رايح على مين؟ على الرقم اللي انا عارفه اللي انا ظبطته في الايديت مش، واجي اختار من جواه ايه؟ اللي هو في راي ماتيريال. وابتدي احط بقى الخامه اللي على مزاجي على السايد. اجي هنا بيت ماب مثلا، واخد دي واقول له هنا اساين واقول له شو. جوتو بيرنت مرتين، وهكذا اعمل خطوه على اي عدد من السلايدز بعد. وصلت؟ حلو هنا. طيب لان دلوقتي لو انا مسكت مثلا الارض دي عايز اروح اركب لها ماتيريال، هركبها ازاي؟ انا هاجي اخد هنا الارض، وهاجي هنا لاي سفير، وهاجي اخد من السفيرز اللي هي اللي موجوده هاخد اي واحده، وهاجي هنا من ديفيوز، واروح للفولدر بتاع الماتيريال اللي انت بتكوني مجهزاه او مظبطه الماتيريال بتاعتك. حاجة اخد من هنا جوه مابس جنرال بيت ماب، واروح جاي واخد الفولدر اللي انا بعت لكم نسخة منه اللي هو ده. ايه ده؟ ايه كل الصور دي؟ حاجة ملحوظة كده ان الصورة دي هي دي الاوتلاين بتاعها، هي نفس الصورة اللي هي جراي سكيل بتاعها. طبعا واقول لك ليه دلوقتي. هاخد الصورة دي في الجزئية دي زيتون، حد يحب يعرفها؟ يا ريت. ايوه احنا خدنا لفظ اسمه جاما صح؟ ده بيعمل ايه؟ زي البرايتنس كده اللي هو بيفتح لي الشاشه كلها. بس هنا هو حاططه لك فين؟ بتروحي تغمقي وتفتحي الصوره دي فقط. يعني حاجه اقول له هنا اوفر رايد اهي، واجي ازود لها القيمه، فانا بروح العب في البرايتنس بتاع الصوره دي فقط اهي. حد شايفها؟ ايوه. واقول له هنا اوبن. جت لي الصوره بره، حاجه اقول له هنا كده على الارض اساين، واقول له هنا شو. جت؟ هروح اعملها هنا تايلنج اهي، اقول له مثلا هنا ثلاثة وثلاثة. جت؟ بس انا عندي مشكلة. هو اللي انت عملته ده ان انت مجرد ان انت رحت خدت صورة وحطيتها صح؟ ايه اللي ينقصها؟ ناقصها ايه؟ تكستشر شوية. مش فاهم. الشادو. لا مش فاهم يعني ايه تكتشر. مش فاهم يعني ايه تكتشر شويه. هي ناقصه واقعيه شويه، ما تبقاش صوره يعني. يعني البامبس. ايوه احنا مش فاهمين يعني ايه بامب. حلو، بس خلينا نتفق على ايه؟ خليها 2 في 2 اهي. خلاص؟ خلينا نتفق ان انت عندك اللي هي موضوع الايفكتس او مجموعه التاثيرات عندك على الصوره، هي تديكي روح للصوره. ايه التاثيرات دي؟ اولا انت محتاجه تبيني العرانيس او الفواصل او الحز ده اللي هو ما بين كل بلاطه والثانيه، او كل سيراميكا والثانيه، او كل بركهيه والثانيه، ده هجيبه ازاي؟ في عندك هنا اهو لو جيت جو تو بيرن هتلاقي في عندك من تحت خالص اللي هو الايفكت اللي هي اسمها مابس.
حاجة اخد منها اول حاجة اللي هي قمص بامب. طب يعمل ايه؟ بامب بيديني البارز والغائر. طب على ايه اساس هديك بارز وغائر؟ طبعا قيمة البامب اهي، البارز والغائر بيجي عن طريق صورة انت بتديها له في المابس بيت ماب، واجي اخد الصورة اللي هي الاوتلاين دي هتشايفها. استنى بس، طب هي دي بتعمل ايه؟ البامب شغال على الابيض والاسود. طب هي دي مش ابيض واسود، دي جراي. حد عارف احيانا بيبقى السيراميك اللي هو بتاع الحمام بيبقى خشن عشان الناس ما تزحلقش وبيبقى ناعم احيانا. لو انت حابه تعملي السيراميكا دي ناعمه يبقى انت هتعملي الخطوط الاوتلاين دي ابيض واسود، يعني الاسود هي الاوتلاين، الابيض اللي هي شكل في النص عشان تبقى البلاطه كلها ملسه. طب معلش انا عايزه تاخد شكل التيكتشر او التحبيبه او لما تيجي تعدي عليها بايدك تحس بالبارز والغائر، يعني الصوره نفسها تبقى جراي فاتح كده. هتشايفها؟ طيب الكلام ده انا ممكن اعمله على الفوتوشوب، فهاجي اخد الصوره دي كده واحدلها نفس التيكتشر اللي هي او التايلنج اللي احنا عملناها. احنا عاملين كام في كام؟ اثنين. ايه هكتب هنا اثنين وهكتب هنا اثنين، وقولوا لي كده في فرق اه ولا لا في الصوره. في فرق؟ لا مفيش فرق؟ مش حاسه. طب تعالي نجرب هنا البام بدل 30 هخليه كذا اهو. قول له كده في فرق اه ولا لا؟ اه شويه. اه طبعا مش هحط الفرق ده، انا حاجه اكتبه مثلا فرضا 60 يبقى مناسب بالنسبه للبام. خلاص؟ وممكن خلي بالك تكتبي 60 او ماينس 60 اللي هو البارز او الغائر. هتشايفها؟ اه بس الفرق مش كبير يعني. ما تزود القيمة. طيب دي حاجة. طب هو الباركيه بردك بيكون شكله كده عندكم؟ في الطبيعي. لا. بيكون واخد سنة لمعة. في الضلع التاني اللي احنا هناخده بعد شوية اللي هو ريفلكت، اللي هو بيعكس. تعالوا بس مؤقتا، وده كان ده مش صح، هديله درجة لون جراي، لأن درجة الريفلكشن بتيجي عن طريق درجة ما بين الأسود والأبيض. الاسود مفيش ريفلكشن خالص، مفيش اي انعكاس. الابيض فيه انعكاس كامل، فانا هديله سنه ريفلكشن. والجلوسنس دي بس مؤقتا هخليها مثلا هنا 0.7. شوف كده في فرق. نقطه شويه. لمعت شويه. طب انا دخلت ليه في ريفلكشن دلوقتي؟ عشان احنا اتفقنا من شويه ان انت عندك اي ماتيريال هي عباره عن ثلاث اضلاع اللي هي ديفيوز وريفلكت وريفراكت. والافكتس بتاعتها اللي هي بامب اللي هي واحده من نفس، فالثلاثه كلهم بيحققوا المعادله بتاعه درجه الريالتي بتاعت الصوره. هي البوينت 7 دي لما بكبرها الريفلكشن ده بيقل، كل ما تيجي تقربيها لواحد كل ما الريفلكشن بيزيد. لا كل ما بيزيد. شايفه؟ طب دي كده فيها مشكلة؟ حد يعرف يعملها؟ هنعملها على الفايل ده ولا على على الفايل هو على الفايل ده وسيفي أول بأول عشان نكمل عليه. الصورة اللي بعتها لك. لحد ما اتكلمنا من شوية اللي هي موضوع البامب اللي هو بيديني البارز والغائر. والزيتونة بتاعته إن أنت ممكن تروح تستخدم صورة أبيض وأسود او صوره فيها تيكتشر او فيها صوره لونها جراي شويه، فده الدليل بتاعه عشان ليك البارز والغير على اساسه. طيب في مقارنه كده عايزين نعملها. انت عندك امر بامب بيديك بارز وغير لكن في اخوه بيديك بارز وغير بس بقيمه اعلى. في وظيفه او افكت من ضمن الافكتس اللي موجوده اسمه ديسبليس. يعني لو انا جيت خدت مثلا الارضيه دي كده عملت الت كيو، خليت الارض بس هي اللي موجوده، وجيت خدت مثلا هنا اللون ده وعملت هنا كده اساين وشو مثلا، وجيت انا عندي هنا من بامب من تحت مابس، بس بدل ما هاجي اخد بامب في الاخر خالص هتلاقي في عندك هنا قام اسمه ايه؟ ديسبليس. ده بيعمل ايه؟ ده بيديني نفس الايفكت بتاع بامب بس بزياده. يعني ايه بزياده؟ يعني لو انا جيت من هنا وقلت له هنا نو ماب، وجيت خدت عندي من جوه مابس وخدت من جوه جنرال، خدت بيت ماب وخدت له مثلا صوره جراس مثلا او اللي هي شكل النجيله الخضراء مثلا. هاخد هنا من بيكتشرز وتعالى نشوف شكل اللي هو اللي هي دي واقول له هنا اوبن.
ايه النتيجه اللي هتحصل يعني. بص كده من غير ما العب في اي حاجه، انت مجرد انت اخترتي له من جوه ديسبلاي الصوره دي. بص كده لما هاجي اعمل هنا ريندر هتشايف الايفكت عامل ازاي. اه اعلى بكتير. اه تمام. يبقى معنى كده ان انت عندك الفرق ما بين بامب وديسبليس، ان ديسبليس بيديك الايفكت اللي هو البارز والغير بس بزياده، سواء طبعا كان بالبلس او الماينس. ممكن العب في البارامترز دي، مش لازم تطلع كده بالظبط. انا ممكن اجي اقول له مثلا ان انت عندك جوه ديسبليس انا هاخد القيمه بتاعتك بدل ما هي 100، لا معلش انا هديها لك 30، هقلل القيمه بس. بس هو برضك حتى لو انت جيت قللت في القيمه هو بيختلف تماما عن موضوع بامب. بامب في النهايه بيديك الحز او العرنوس او الايفكت في الارض، لكن ديسبليس بيديك تيكتشر فعلا ليها ملمس انها خشن او عاليه بزياده زي الجراس كده. مش عارف حد شايفها اه ولا لا؟ ممكن اعمل هنا ريجون مثلا كده اهي ستوب. يعني استخدم displays دي لما ابقى مثلا عندي حاجه زي الجراس زي الروج زي الحاجات اللي بتبقى تكستشر طالعه قوي بره كده بالظبط. بس الجراس احنا خدنا الايفكت بتاعها اللي هي الفير. اه لكن اللي انا اقصده بالتوضيح ده ان هي تديك الايفكت بس بزياده. خلاص جاهز. يعني انت عايزه تاخدي مثلا شكل يعني مثلا انا لو عايز اعمل الجراس يبقى احسن لي استخدم فير اصلا طبعا. مش displays. بص لو انت جيتي خدتي من هنا خدتي مثلا من هنا الفيكتشر، جيت خدت مثلا من ضمن الصور اللي موجوده في التيكتشرز الموجوده هنا شكل حجري مثلا او شكل طوب زي ده مثلا، دي على اساس انها حيطه شايفاها. اوكي بص لما تيجي تاخدي هنا في ديسبليس انا كده مش مجرد ان انا عايز ابين العرنوس الداخلي اللي هو الفارق ما بين كل طوبه والثانيه، انا عايز ابين الطوب نفسه بقى. الطوب نفسه بقى حاجه هنا ديسبليس، وهاجي اخد الصوره الجري بتاعت نفس الصوره او هي نفس الصوره. بص كده الايفكت من غير ما العب فيه ولا اقلل القيمه بتاعته. بص الطوب نفسه هيبقى عامل ازاي. بصي شايفه. اوكي بس هو كده باظ. بعد ما بص انا ما قللتهاش عشان اوريك شكل الايفكت، لكن انت في طبيعه الحال لما تيجي تبقى هي حيطه وده طوب هي طبعا تقل قبل ما تقل كمان. بص الفرق. هو انا اصلا هستخدم ده في ايه يعني؟ ده انت قصدي ان الطوب بقى عامل كانه منغم مكسر كده. لا طب ما انت مش هتحطيها 15 بدل 15 حطي 5 بدل 5 حطي 2. فاللي انا اقصده بزياده الارقام اللي انا بديها لك دي ان انت تقللي القيمه بتاعته قدر المستطاع وتبيني الفرق ما بين اللي هو البامب وديسبليس. انت معايا؟ هو ايه الفرق ما بين البامب والديسبليس؟ هو ديسبليس بيعمل كانه جراس كده او يعني مش شرط جراس، انا حبيت اعملها لك جراس بس عشان اوريك البارز والغائر بزياده. يعني هقول لك لو انت جيتي هنا كده مثلا خدت امال ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم زياده الايفكت او الايفكت الزياده. لو انت جيتي من هنا كده وجيت خدت لون اهو اساين وشو، وجيتي خدتي هنا عندك من ديسبليس من تحت، وجيتي خدتي من هنا نو ماب، وبدل ما اخد صوره خدت مثلا افكت من ضمن السيلولر مثلا هو، وجيت عملت هنا ريندر. بص شكل الافكت نفسه هيطلع عندك ازاي، الكتله بقت عامله ازاي. اه طب انت جيتي قللتي الافكت ده كده اهو، قلت له لو سمحت قيمه السايز بتاعها بتاعت الافكت ده نفسه خليتها خليها لي 2، وحجم الديسبليس من بره لو سمحت بدل 100 خليه لي مثلا فرضا 20 او اي قيمه قليله. طبعا انت بتجربي بترو فولس كده ان انت ايه على حسب الحجم اللي انت عايزه محتاجه ان انت تشوفيه. يعني اقصد ان انت ما فيش قاعده رقم كذا يديك افكت كذا. بص انت عندك الدنيا قلت ازاي؟ بس ما زال وارم برضه. بس ده البامب ما يعملوش. وصلت؟ ايوه يعني الافكت بتاعه قليل. وصلت؟ يا باشمهندس ممكن تاني بس على الارض يعني حضرتك اعمل تاني اللي هو السبيس بس اللي في كتف ده. هي
لو انت جيت هنا كده وجبت ارض او جبت حتى حيطه هنا اهو كده اهي وجبت من هنا بوكس اهو وجبت هنا من ماتيريال خدت كوره خدت هنا من ديفيوز خدت هنا بيت ماب وخدت تيكتشر مثلا وليكن اللي هي الطوب وليكن ده هاخد اي واحد مثلا وليكن ده الفاتح ده شويه واجي اقول له هنا كده اساين واقول له هنا شو ده الطوب اهي تمام خلاص وتعالى نعملها تايلنج مثلا في البي اثنين مثلا او خلي هنا واحد ونخلي اليو هي الاثنين خلاص نفس الصوره هي هي هرجع هنا جو تو بيرنت وحضرتك هتيجي هنا كده من مابس واجي هنا ديسبلايز وهاجي هاخد بيت ماب هي هي نفس الصوره بس ادي لها نفس التايلنج يعني اجي هنا اقول له انا عايزها اثنين واحد خلاص طب القيمه اللي انت حطاها قد ايه؟ طبعا 100 دي كتير جدا فيا دوبك انت ممكن تحطي مثلا 5 وقابله للزياده او النقص ونعمل ريندر مش هيبان الا لما اعمل ريندر ماشي طبعا هو ما يبانش بالظبط وصلت؟ في فرق يا جماعه ما بينها المبنى ومنها في فرق؟ في رطوبه ما احنا اتفقنا في الاول انت عندك الماتيريال هي عباره عن صوره او لون واخده افكت 95% من ديفيوز وريفلكشن وريفراكشن هتبقى احساسك بيهم عن طريق 5% اللي هي من المابس اللي هي الافكت اللي انت بتطلعيها عندك فين من المابس وصلت؟ طب وانا لما احط يعني احط بامب وديسبليس يخليها احسن ولا خلاص الديسبليس بيغنيني عن البامب؟ انت رايك؟ انا دلوقتي عامل ديسبليس بس ده كده كده يغنيكي ولا؟ مش عارف لا انت شايفه ايه يعني هي بتسبيس حلوه بس انا مش عارفه لو زودت بامب هتبقى احسن ولا لا لا هي بامب مش هتبقى ليها قيمه ان الايفكت هيضيع وسط الزياده اللي بتحصل اوكي يعني طب امتى استعمل بقى يعني امتى الماتيريال احط لها ديسبيس وامتى الماتيريال احط لها بامب لو انت عندك ارض يعني لما تبقى ماتيريال ايه لو انت عندك الارض الارض دي باركيه او سيراميك انت شخصيا هتحط لها ديسبيس ولا بامب اعتقد ديسبيس لا اعتقد اكيد بامب انت تحت رجلك دلوقتي في سيراميك مش معنى ليه تحت رجلك دلوقتي في سيراميك لا باركيه الباركيه ده وانت بتتحركي برجلك كده هل هو املس ولا في طالع ونازل زي الجبل لا لا كله سوى واحد سوى واحد فانت كده ده ايه بامب طب انا محتاجه ابين العرنوس الخفيف قوي يبقى ده بامب لا والله انا عايز امشي كان انا في طوب زي اللي هو في شارب مثلا طالع نازل طالع نازل يبقى كده هعمل ديسبليس الارض غير مستويه زي مثلا الفلورنج الانتيرير الفلورنج الاكستيرير سوري بالظبط اوكي تمام وصلت طيب نجرب وارجع طيب تعالى بقى نجمع الخطوات اللي احنا خدناها دي كده عشان سلمى متلخبطه شويه فاحنا ستيب باي ستيب واحده واحده دلوقتي انا معايا كتله اي مكان سواء كانت ارض او حيطه او اوبجكت اي مكان عايز احط عليه ماتيريال فانا عندي عشان اروح احط عندي ماتيريال عندي على اي كتله فانا باخد يا سلمى من هنا اي سفير من دول عددهم توتالي على بعضهم احنا اتفقنا من شويه ان هم 24 كوره فانا باخد كوره بحط عليها خامه وانزلها هنا وعندي على الكتله فانا عندي اول حاجه انا بعملها لو عايز تحطي خامه واحده بس فانا باجي هنا من ديفيوز يا اما اختار لون يا اما اجي من ديفيوز واجي اخد هنا بيت ماب دي اول حاجه معايا سلمى يس خلاص جيت خدت بيت ماب واخش من جوه اعملها تايلنج واخش ان انا اتعامل بقى واروح اقص منها زي ما احنا خدنا في ايه في بيت ماشي لا لا انا ما اقصدش كده طب عايزه ايه يا سلمى انا عايز احط على كل سايد من دولت خامه الحته دي متفرعه حاجتين اللي هم ايه عندك هنا اديت مش اللي بتخش من جواها وتجيبي الاي دي او البطاقه او الشكل اللي هو اللي انت هتعمليه من امر اسمه اديت مش باجي امسك من هنا بوليجن وده السبيل الوحيد ان انت تعرفي الكتله بتاعتك دي الاي دي بتاعتها ايه شايفاه خلاص يبقى انا كده اديت مش ده الحل الاولاني طب انا هنا بقى عايز ابني على كل سايد ماتيريال هعمل ايه نفس الخطوات بس هاخد كور بس بدل ما اجي هنا عند ديفيوز واحط على كل الكتله نفس الخامه لا المفتاح بتاع كل سايد باجي اخش له من في ري ماتيريال واجي اخش من عند جنرال اللي هي دي واجي اخد مانسب اوبجكت مانسب اوبجكت ده انت يا سلمى بتختاريه لما بتحبي تحطي على اجزاء معينه ماتيريال معين
انت معايا؟ ايوه ما حضرتك. طيب طيب يبقى انا دلوقتي هاخد هركب هنا اهو، يبقى انا هخش من ديفيوز ولا اخش من في ري يا سلمى؟ الاجابه عندك انت، انت اجابتك انت. لا ما الاجابه ما تبقاش كده، انت عايز تحط على ايه؟ على الكتله كلها ولا على سايدز معينه؟ وبناء على اختيارك لو الكتله كلها هاخد ديفيوز، لو على سايدز معينه يبقى اخش في ري. يبقى المحور هنا احتياجك ايه؟ تمام كده؟ اه تمام خلاص، يبقى احنا خلصنا دي. شكرا. عايز حاجه ثانيه؟ اه، احنا اتفقنا ان انت عندك 95% من تصنيع الماتيريال، تصنيعها مش مكتبه جاهزه، ان انت بتبقى عباره عن مكون من ثلاثي الاجزاء اللي هو ايه؟ ديفيوز، ريفلكت، ريفراكت. احنا ما خدناش يا دوبك غير ديفيوز واشتغلنا بالحب في موضوع ريفلكشن بس، ده هو الانعكاس. فانا هاجي هنا من ديفيوز عشان احط هنا خامه او لون، ماشي خليها بنفس اللون الصايد. اه بس انت جيت اديت لنا اللي هي ايه؟ ال 5% اللي هي الايفكت. ايه الايفكت دي؟ انزلي كده بنظرك تحت هتلاقي في عندك عنوان اسمه مابس. ده يا سلمى ما بيستخدمش الا لما بتحبي تروحي تحطي تاثير على الصوره او اللون اللي انت اشتغلتيه من فوق. انت كده بتصنعي في ال 5%، انت كده بتروحي تعملي الايفكت او التاثير او التيكتشر على الخامه اللي انت حطيتيها من ديفيوز. انت جيتي من ديفيوز يا سلمى اخترت اللون ده، خلاص؟ سلمى انت معايا؟ طيب فانا جيت اخترت اللون ده، فانا اخترت اللون ده. اللون ده يا سلمى معلش انت مش حاسه هو انت حاسه ان هو املس يعني ما هوش حاجه يعني. طب انا عايز لما تيجي تمشي ايديك عليه تحس ان في تيكتشر خشن. طب سلمى الكرسي اللي انت قاعده عليه دلوقتي لو انت حركتي عليه ايدك بتحس ان في بارز وغائر في القماشه نفسها او الجلد؟ اه اكيد. طب حلو، انا بقى عايز اعمل نفس الاحساس ده. استني، انا بقول لك قماشه ويا دوبك بتحركي ايدك عليها كده بتحسي ملمس الورده، بتحسي ملمس الرسمه اللي موجوده عليها. طب تمام، الكلام ده بيتعمل ايه؟ هو انت تقصد ورده او رسمه ان الايفكت بيكون ضعيف؟ يا دوبك حركه الايدين يا دوبك يعني كذا ملي هو المرتفع؟ اه طبيعي. فانا هاجي هنا من بامب اللي هي بتديك ايفكت البارز والغائر بس بشكل ضعيف، باجي هنا من ماب واجي اختار حاجه من اتنين، يا اما اختار اي ايفكت من الايفكتس من دولت، يا اما اختار هنا بيت ماب وصوره تكون هي دليلها في البارز والغائر. مش فاهم يعني، هاجي هنا بيت ماب ومثلا حاجه اقول له لو سمحت خد لي مثلا التقسيمه دي، شايفها؟ ايوه. ايه ده؟ طب معلش السؤال لو لبي كده مثلا يا سلمى، وانت تفتكري هيعمل ايه دلوقتي؟ يعني ايه هيعمل ايه؟ هدخله البيت ماب دي. خلي بالك هو مش هياخد التكستشر بتاعتها. لا هياخد التقسيمه فقط على اللون ده. بص كده، بص كده، وادي التايلنج بتاعها اهو. بص بص شكل الطوبه عندك او شكل البلاطه بقت عامله ازاي. اتحفرت نفس الشكل بس ما خدتش جدع على اللون اللي في مين؟ اللي في ديفي. على اللون اللي احنا خلاص. سلمى انت معايا مجمعه كده صح؟ اه اه قوي. النص نص ولا مش قوي؟ لا لا فاهمه طيب اوكي. طيب دي الزيتونه بس اللي فيها قبل ما نسيبها، ممكن تبقى بالبلس وممكن تبقى بالماينس على حسب شكل الايفكت اللي انت عايزاه. لا والله الايفكت ضعيف وانا مش حباه. لا بس خدي بالك يا سلمى الطوب ما يتحضروش اكتر من كده، ما انت مش هتروحي تعملي جبل. ايوه طب ماشي، امتى اروح استخدم اللي هو البارز والغائر بزياده؟ لو انا حبيت، عارفه انت امر النويز اللي احنا خدناه في الموديلنج، بارز والغائر. لو انت حابه تعملي الكلام ده وهله اولى كده بخطوه واحده خفيفه، يبقى انت عندك ديسبليس. ايه ده ازاي ده؟ لو انت عندك الكتله اهي، انا باخد هنا اي كوره وهقول له هنا اساين وشو، وهاجي هنا كده يا سلمى هاجي هنا من عند مابس وهاجي اخد من هنا امر اسمه ديسبليس. استنى، هو شكل التعويجه او شكل البروز او شكل الايفكت انت عايز يكون شكله ايه؟ من هنا بقى هيبقى اختيارك انت، هتيجي تاخدي مثلا هنا من بيت ماب صوره تبقى هي دي الدليل، او تيجي تاخدي اي افكت من دول. تعالي ناخد مثلا دنت. ايه الدنت ده؟ مش هو شكله اهو. لو انت مش عارفه الدنت ايه، خدي نويز. فاكره انت امر نويز؟ اه انا هاخد نويز اهو. يبقى الافكت اللي هيطلع الميه في البول مثلا بتاخد بامب ولا لا؟ انا بس بامب طبعا بامب طبعا اكيد مش ديسبليس. اوكي خدت بالك الديسبليس ده في الحاجات اللي هي يعني عايزين يشبهها وانا بسجل كده زي الجبال، حاجه الايفكت بتاعتها عاليه. خلاص انا ما لعبتش في حاجه هنا في نويز، تمام؟ حاجه صغر هنا قيمه النويز هخليها هنا 5، شايفه؟ وهعمل ريندر على ما هي فيه كده. بص شكل البوكس اللي كان بوكس بقى عامل ازاي؟ بص معوج ازاي؟ شايفه؟ اه
اوكي ما بيبقاش مستوي لان الايفكت بزياده. تعالي هنا اهو كده كنسل وتعالي بلاش بوكس، انا هروح اجيب هنا شكل دائري اهو اللي هو شكل الكوره اهو، وهاجي هعمل هنا كده اساين وهعمل شو. بس خدي بالك الايفكت اللي انت مدياه قيمته 100، يا نهار ابيض، يعني انت هنا اهو كده بتبقى ادخن كمان من موضوع الجبل. فانت تعالي مثلا خليها 20 وتعالي نشوف الايفكت اهو ده ولا اي حاجه صح؟ اه. طب استنى كده، طب احنا بقى ايه 20 مش نافعه معاه، حاجه ازودها كده اهي. بصي واعمل هنا كده ريندر، بصي الكتله نفسها بقت معوجه ازاي. تمام شايفها؟ اه والله. طب انا مش حاببها كده، انا عايز اصغر قيمه الايفكت اللي هو بتاع نويز قوي قوي. حضرتك خش جوه الايفكت اللي هو اسمه نويز، والقيمه بتاعته ده بدل ما هي 5 خليها لي 1، خليها لي 0.5. لا دي واحده بس، انت عمال تحط 1.5، مين اللي هيحدد القيم دي؟ انت، لان انت اللي بتحددي شكل الايفكت اللي محتاجه ان انت تظهريه في الكتله بتاعتك. هل انت حباه زي ما انا عملت ريندر من شويه، ولا انت حباه كده؟ اوكي بالسنس. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده زياده قوي وغائر قوي. هل ده كده بيديكي نفس الايفكت بتاع بام؟ لا خالص، ومفيش اي مفيش اي مقارنه ما بين ده وده. فالمقياس الوحيد انت اللي بتختاري شكل الايفكت اللي انت محتاجه انت تطلعيه. هل هتتوجهي للبام ولا هل انت هتروحي للديسبليس وهتختاري من جواهم ايه؟ خدتي بالك؟ طب العمليه دي محتاجه ايه؟ محتاجه حته تخيل. وصلت؟ تمام. وصلت يا جماعه كده؟ انا كده تقريبا لميت لكم الدنيا شويه؟ اه. طب انتوا كده جاهزين للامتحان صح؟ جاهزه يا سلمى؟ اشمعنى سلمى يعني؟ اشمعنى سلمى يعني؟ اه مش عارف يعني، عشان انت كنت اخر حد بيتكلم معايا. طيب حد عارف ان انا اعمل ازاي قماشه الطل؟ بتبقى مخرمه يعني شبه دي. ايوه اللي هي أيوة. مربعات مخرمه. اعمل ايه بقى؟ انا بعت لكم الفايل ده على فكره اللي فيه هو ليك. اه سوديو 04. اه انت هتعملي هايد وان هايد هتطلع. انا عايز ادي بقى دي القماشه المخرمه اللي انت بتقول عليها، وهبعت لكم كمان الصور اللي هتستخدم فيها. يعني تعالي ناخد مثلا مجموعه، هديكم صور نقاشات كتير، ودايما النقاشات اللي انت هتستخدميها يستحسن انها تكون ابيض واسود. خدت بالك؟ ادي ادي قماش اهو كده. ليه احسن ابيض واسود؟ لان هي بتديكي لون صريح بارز او غير صريح. الجريهات بتديكي درجه متوسطه من الايفكت. حاجه اخد دي، وتعالي ناخد كمان الكارتنز اللي هي دي عشان على سبيل التجربه وانت بتجربي. قبل ما هي تتباعد تعال نفكر بقى ايه. ثانيه كده هجرب ايه؟ الطل، عايز اعمل خامه الطل، اعملها ازاي؟ اللي هو احنا هنجرب يعني نعمل خامه عامة. لا مش انتوا بتعملوها، احنا بنتناقش بس بصوت عالي. اوكي. ما هو ممكن من ماتيريال وبعد كده لون. يعني هاخد مثلا من هنا اي كوره واقول له اساين، واقول له شو دي اول حاجه تعمليها عشان ما تنسيش بس. وتعالي نشيل بس اللايت والافكتس والحاجات دي كلها اللي احنا بنشيلها دايما في البدايه. اشيل الشادوز واجي اقول له لو سمحت اهي، واجيبها كده دي على جنب. ثم ممكن اجيب لها بقى لون الستاره او لون الطل ايه؟ خليه ايه؟ ابيض أفتح. مثلا؟ لا مش ابيض عادي كده مثلا؟ ممكن. اوكي ثم ممكن بقى نروح نشوف بامب ماب. بامب؟ بس خدي بالك البامب ده بيديني بارز وغير. اه يعني انا عايز احط مثلا الصوره دي كده اللي هي دي. طب ماشي، بس هو يعني هيديني بارز وغير، لكن عايز مخرمه زي الستاره. طل ما ايوه ايه المشكله ما عم اعمل بامب؟ طب ماشي تعالي نعملها كده عشان خاطر سلمى، بس هي بتتلمط معايا كويس انها تتلمط عشان صحيت في الاخر. ماشي. لا او هنعمل ديفيوز برضو الاثنين براحتك. ادي الشكل اهو، وهاجي اخد منه الصوره اللي انا بعتها لكم. يعني تعالي ناخد الصوره اهي، وادي التيكتشرز اهي، واخد. عايز تاخدي دي ولا دي؟ انا مش شايفه دي انهي ولا انهي. دي ولا دي؟
اي حاجة فيهم براحتك. ممكن اللي هي كلها ورد صغير دي ماشي، وهاجي اقول له هنا كده اساين، واقول له هنا شو اللي ظهر قدامك ده، مش ان هو روح ركبها، او مش هي دي اللي هيظهر، اللي هيظهر بالنسبه لك بارز وغائر على اللون زي ما اتفقنا، شايفه كانه جبس. مش انت قلتي بام؟ ماشي اعملي رندر كده، ده المطلوب، ده النتيجه من اللي انت قلتي لي عليه. في قماشه كده زي قماشه الانتريه اللي انا قلت لك عليها دلوقتي، في قماشات بتبقى بارزه من نفس اصل اللون قوي قوي. واحنا عايزين حاجه تفرغ. جدع، برافو عليك، حلو. يبقى انا كده مش محتاج بام. وخلي بالك التجربه هي اللي هتقرر هتستخدمي مين، التجربه الفعليه يعني. تمام، انا هرجع كده تاني كمان. ها ادي اللون بتاعه اساين، وادي شو. ها سبيس برضه مش بيفرغ. سبيس مش بيفرغ. سبيس مش بيفرغ. يبقى ناقص حاجه بس، لو كانت سلمى مصحصحه معايا من شويه كانت قالتها لي، قالت لي ده سؤال احنا ما خدناهوش. يعني ايه؟ يعني هتيجي يا سلمى في هنا عندك وظيفة اسمها اوباستي. سلمى ايه؟ اوباستي. ايه الاوباستي دي؟ دي بتديكي درجة الشفافية اللي هي دي. بتستخدمي صورة درجة لونها ابيض واسود او جريهات، فبتديكي درجة الشفافية بناء على الصورة. مش فاهم. حاجة هنا كده نو ماب، وهاخد بيت ماب، وهاخد نفس الصورة اللي سلمى قالت عليها. انت قلت يا سلمى على دي ولا دي؟ اللي هي الورد الصغير. طيب، واجي اقول له هنا اوباستي. واجي اقول له هنا كده اساين، واقول له هنا شو. ايه ده؟ ولا جت. طب استني بس، انت عاجبك الورد كده ولا نكرره شويه يا سلمى؟ لا عادي تمام. يعني نصغره شويه. ادي 3 فرات اهو. وتعالى نعمل رندر كده، بصي. الله الله الله، ده اداني تفريغ اهي. انا مش لسه ما شايفين. بس هي شكلها هتبقى يعني هو بيفرغ الاسود ويسيب الابيض؟ طبعا. والجراي بيبقى بقى اخف شويه. انا بعمل مثال تاني على كوره تانيه اهي، وهاجي هنا من اوباستي عشان سلمى عايزه تشوف اللي هي درجه الجراي، لو انا اخترت صوره فيها جراي، تعال ناخد بقى اللي هي فيها ايه؟ ابيض واسود وجراي وهكذا، اللي هي دي. شايفه؟ وهاجي اعمل هنا كده ريندر. بص شكل الصوره هنا تبقى عامله ازاي. الابيض الصريح هيبقى شفاف، طب الاسود الصريح سوري الابيض الصريح هيبقى موجود، الاسود الصريح هيبقى شفاف، طب الجري هيبقى درجه متوسطه كده، هيبقى عامل زي القماش المقطع. شايفها؟ وصلت؟ تمام. خلي بالك انت مش شرط ان انت تسيبي ديفيوز فاضيه، لا ده براحتك. تاني، هو مين اللي كان يعني سألني؟ لو حطيت الديفيوز ده نفس مين الصوره، مين اللي كان سألني من شويه ديفيوز احنا كنا حاطين فيها ايه؟ انا بسامت. طيب بص يا بسامت، انا هاجي من ديفيوز، انت مزاجي جاي كده، حاجه هنا من بيت ماب، ومثلا بسامت عايزه الخامه دي، شايفه؟ اي دي ده تيكتشر خامه مالها، انا عايز اللي باقي منها يبقى فيه شفاف ولا، يعني هاجي كده من تحت واجي اقول لو سمحت جوه مابس حط لي هنا في الاوباستي الصوره الفلانيه دي مثلا، يبقى الورد اللي هيبقى موجود هيبقى بالخامه دي. خدت بالك؟ وصلت؟ يعني انت اديتي خامه للي موجود سواء كانت لون او صوره براحتك. يعني اللي هو ما تشفش او الصوره اللي اتشفت عليها هي دي اللي بتاخد خامه اللي انا حطيتها لها. جدع، برافو عليك. وصلت؟ وصلت. طيب جربوها وارجعوا.